السلام عليكم البنات، كي دايرين لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ودائما في صحة جيدة يا رب. يوم جديد وصفة جديدة. اليوم البنات غنشارك معكم هذا الملاوي معمرين او مسمن معمر بالكفتة اللي كيجيو رائعين البنات، كيجيو كيحمقوا وكيجيو محلولين ومفروقين من الداخل بواحد الطريقة اللي زوينة بزاف، غادي تعجبكم البنات. طريقة اللي سهلة وكتخليهم هكا محلولين وما كيخرجش الحشو نهائيا، غادي تعجبكم الطريقه البنات. تابعوا الفيديو حتى الاخير، ما تنسونيش من اللايكات والتشجيعات ديالكم طبيعه الحال ولي كومونتير اللي كتشجعنا وكتزيد القدام. تابعوا الفيديو حتى الاخير ويلا ندوزوا المقادير وطريقه التحضير. هنايا البنات غنحتاج كاس ديال العنبه ديال الفينو اللي يكون شويه رطب، وجوج كيسان ديال الماء، دائما العبار ديال كاس العنبه، جوج معلقات صغار ديال الملحه، معلقه صغيره ديال ديال السكر. هنا غادي نطحنهم في الطحان حتى تيتبدل اللون ديالو يولي ما يبقاش صفر البنات، ضروري من هذه المرحله. هذه المرحله مهمه البنات، بحال كتعاون التليك ديال الفينو. صافي هنا غادي نخلطوا في كيلو ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، من الاحسن يكون الدقيق ممتاز. صافي هنا غادي نخلط العجين وغادي نبقى نزيد الماء. بالنسبه للعجينه البنات من الاحسن تخليوها شويه مرخوفه، الا كنتو غادي تخدموا الملاوي ديالكم ديك الساعه من الاحسن ترخبوه شويه. هنايا كنوريكم الكثافه ديال العجين كيفاش. صافي هنايا غادي نغطي عليه واحد 5 دقائق، نخلي العجين شويه يتشرب وطلق شويه ومن بعد غادي نرجع ليها. صافي البنات هنايا دازت تقريبا واحد 5 دقائق، هنايا غادي نجمعها وغادي نعاود ندير لها واحد الدلكه خفيفه فوق طاوله العمل. بالنسبه للدليكه البنات ماشي بزاف، المهم واحد 5 دقائق ديال الدليك غير باش تجمع راسها شويه وصافي. صافي وغادي نغطي عليها ومن بعد غادي نشكلها كويرات. كما كتشوفوا البنات هنايا كتبدل اللون ديال العجين، صافي وكيرطب. هنايا غادي ندوز للمرحله ديال الكفته البنات، غادي نحتاج تقريبا واحد 3 البصلات حتى 4 الا كانوا صغار، الا كانوا كبارين 2 بصلات كافيين. هنايا غنزيد واحد شويه ديال الملحه مع طبيعه الحال الزيت من الاول، معلقه ديال البزار، معلقه ديال بابريكا او التحميره، معلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال الكمون، ومعلقه ديال القزبور. هنايا البنات زدت العطريه ديال الكفته، الا عندكم مزيان ما عندكمش ماشي مشكل. صافي وغادي نخلط هكا البصله ومن بعد غادي نزيد عليها تقريبا 400 غرام ديال الكفته. صافي هنايا غادي نخلط مزيان وغادي نشحر هذيك الكفته مزيان، المهم خليكم مع الفيديو. هنا البنات من بعد ما تشحرات الكفته مزيان غادي نزيد عليها اخر مرحله معلقه صغيره ديال الهريسه او الحار، الى من الاحسن يكون الى ما عندكمش مع الحار صافي بلاش. اخر مرحله ملي كنطفي عليها وكتنشف هذيك الكفته مزيان كنزيد عليها معلقه كبيره او جوج ديال الربيع. صافي كنخلي الحشو تيبرد. هنايا غادي نشكل العجين ديالي، هنايا درت كويرات صغارين وكويرات كبارين باش غادي نخدم الطريقه اللي غادي نوريكم دابا. هنايا البنات غادي نورق عادي، استعملت الزيت اللي فيها الزيت العادي البنات ودرت فيها شويه التحميره على حسب اللون، وغادي نفرق بشويه ديال الطحين والزيت ديال العاديه ديال الدهن. هنايا كنورق البنات وفي نفس الوقت كندهن بالزيت اللي فيها التحميره. كما كتشوفوا البنات هذه هي الطريقه، المهم خليكم مع الفيديو باش تفهموا الطريقه كيفاش. كما كتشوفوا البنات كنلويها على هذه الطريقه هذه وكنعاود نلويها على 3. صافي من بعد غادي نجمعها بحال الملويه البنات وغادي نخليها على جنب. من بعد غادي نشد كويره صغيره وغادي نورقها حتى هي، وغادي نحط عليها المهم هذيك الملويه اللي صايبت
مهم خليكم مع الفيديو. كما كتشوفوا البنات هنايا غادي نقطعها على هذا الشكل هذا، وغادي نبقى نجمع هذوك القطع على هذا الشكل هذا. المهم البنات هذه الطريقه كما قلت لكم هذه الطريقه هي اللي كتخلي الحشو مجموع ما كتخليهش يخرج نهائيا في المقله. المهم تابعوا حتى الاخر. صافي البنات كانت هذه هي الطريقه. هنايا ساليت كاع العجين اللي عندي، هنايا مباشره غنسالي غندوز للطياب. صافي الطياب عادي البنات كما قلت لكم راه الحشو ما كيخرجش نهائيا من الملاو. هنايا كندهن كما قلت لكم الزيت فيها التحميره على حسب اللون، وصافي هذاك اللون البنات كيعطيه واحد كيزيد يزينه. صافي البنات هنا كنستمر عادي في الطياب. كما كتشوفوا البنات كيجي على هذا الشكل هذا محمر. صافي هنا غادي نكمل عادي الطياب. صافي البنات هنايا كملت كاع الملاوي اللي عندي. هنايا تندير لهم على الطريقه هذه، كنحلهم مزيان وكنحل كل وحده باش تعاود تحل مزيان. كما كنوريكم البنات هنايا كيجي محلول كما كتشوفوا. الطريقه البنات زوينه بزاف، كتخليه مورق وفي نفس الوقت الحشو ما كيخرجش نهائيا. المهم البنات كان هذا هو الفيديو ديالي اليوم، كنتمنى يعجبكم هاد الملاوي. صراحه خاصهم غير واحد البراد ديال اتاي وصافي ويكونوا زوينين. المهم البنات كنتمنى يعجبكم، اكيد الا جربتوهم غادي يعجبوكم. الا جربتوهم البنات خليوها لي في التعاليق، وكنتمنى يعجبكم الفيديو. شكرا على المشاهده واللايكات البنات الا عجبكم الفيديو. ما تبخلوش عليا كما قلت لكم على التشجيعات ديالكم ولي كومونتير ديالكم اللي كيزيدوا يشجعوني. كنقول لكم شكرا بزاف على المشاهده، وبسلام عليكم، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.